الدنيا قال يا ولدك كان تفاجئ يقولوا لي يا ولدك مات. ولدي مشى ضحيه راه خرج برجلي ما مريض. ولدي خليته حي وجي لقيته في الفريغو هو اللي كان مسخن ليا كتافي الدم هو امنيته وبغى يتزوج. هاد الفلوكه اللي بحرت ودخل ليا كيدخلوا لها الشباب بلا اوراق فين مشاو المسؤولين هو اللي كان طالب فيه في حق ولدي. السلام عليكم، انا ام الميلو دغريبي اللي الدري اللي توفى في صويرية اللي كان داخل الفلوكة داخل البحر. انا سمير الام ديال، انا موت الضحية اللي ولدي دخلوا البحر ومرض لهم في البحر وما خرجوش ليا ولدي. ولدي نهار الثلاث فطر معايا ومشى البحر، مشى قال لي الوالدة احنا دايرين دوك السرور بنا ندخلوا البحر مصاوبين الماتيريال وندخلوا البحر وعيطوا بليه هما اللي اتصلوا بيه باش دخل معاهم. خرج فلوكة؟ خرج معاهم في الفلوكة. خرج نهار الثلاث ودخلوا الاربعة، اتصلت به الاربعة دوا معايا. قلت لي الوالد دخلتوا البحر؟ قال لي دخلت البحر وخرجنا. قلت لي ما هذاك كان يقول الامور بخير؟ قال لي بخير. في الصويرية اتصلت بيه قلت لي راني قلت لك راني لقيت لك شي ناس هو امنيته وبغى يتزوج بنظارو. الناس كتنعس وانا كنبات نتساره. لي ولدي مشى في عالشبابو كيقول لك ولدك راه ما عندوش الوراق ديال البحر في مشاو المسؤولين تخلوا ولدي دخل البحر. مني ولدي ما عندوش الوراق ديال البحر هذا الرئيس مني ديكراره بالفلوكه وبغى تدخل البحر. وعرفوا كي كان يقول الوراق اللي حطوا الاولى وديول من ولدي اللي دخل البحر ثلاث ايام هو في البحر مريض وخرجوا له وكيقول يا ولدك مات في السبيطار ما ماتش في البحر. لحد مع الصباح صليت الفجر وصونيت ليه جاوبني والدري ولد خالي قال لي اش غنقول لك راه الدري عندك راه مريض ما كاين ما نسترو راه كاين في السبيطار. رحنا درنا ليه التحاليل درك وقالوا نخرجوه عند الطبيب عند الحمودي باش يدير التلفازة ونشوفوا شنو ولدك عنده. دخلوه بي يغسلوا ليه في الميرحاض مات ليهم بين مات الخوه عنده 19 عام مات الخوه بين يدي مات ليه في السبيطار. عيطوا لي انا هذيك الساعة قال لي يا ولدك راه توفى. قلت لهم انا دوزوا لي قبل ما يخرجوا للسبيطار دوا معايا جوج كلمات. قال لي الوالدة اختي ولدت ولا باقه؟ قلت لي باقه وليدي. قال لي الله يفكها وحلتها على خير والله يجيبك الوالده على خير. قلت قول لي. قالوا لي مريض. قال لي المعده والمسهران قتلوني الوالده وورك عليها. من قلت لهم عاودوا دوزوا لي. قال لي ولدك كان تفاجئ يقولوا لي ولدك مات. ومشيت للمحكمه عاد الجندرم خرجوا داروا البحث ديالو مطلبت في التشريح ديالو. دروك انا ولدي راه كان طالب في الحق ديالو. ولدي مشى ضحيه راه خرج برجلي ما مريض ما حتى شي حاجه. يا ريت تكون خرج واتصل بيا ونعتق ولدي ما نخليش يموت لي. ولدي مشى ضحيه 28 عام نهار اللي تزاد عندي ولدي انا في العمر ديالي 18 عام ودابا انا عندي 47 عام. واللي كان مسخن ليا كتافي الدهر. انا هاد الناس انا بغيت حق ولدي هو اللي كان طالب فيه في حق ولدي. كيقول لي الفلوكه راه طلعوها من البحر. الدراري اللي سولتهم داخل البحر كيقول لك رجعت بحرت. هاد الفلوكه اللي بحرت ودخل ليها كيدخلوا لها الشباب بلا اوراق فين مشاو المسؤولين. كان طالب في حق ولدي. انا سمحوا لي راني مقطره ومحروقه على ولدي. انا اللي وقع لولدي هي مني دخل البحر وخرجوا هاد السيد وحطوا برا وما داش ما قامش بالواجب وما داش ليا ولدي للسبيطار وما عيط لينا ما حتى شي حاجه. انا مني دخل البحر دخل نهار الاربعاء دخل نهار الاربعاء نهار الثلاث جال صويرية ونهار الاربعاء مني اتصلت به ودوا معايا قال لي يا رحنا دخلنا البحر. قلت له خرجتو؟ قال لي ايه. ورحنا غنعاودوا البحر. دخل الخميس ملي دخل الخميس مرض ليا في البحر بدا كيتقيا جا المرار بدا كيتقيا تمايا قال لي ردني ما ردوش ثلاث ايام هو في البحر الخميس
والجمعه والسبت. باش عرفتي برضو شكون اللي قال لك تي راه هذا الدري اللي معاه راه كيقول راه كل شيء التحقيق راه كاين عند الجندارم. هو كيقول لي راني باغا نتبحر، دخلت بغيت نتبحر، ماشي بغيت نردك مني ردو. يا ريتك وقع معاه بالواجب وداه للسبيطار وعيط لينا اتصل بينا، وتحنا ديك كان يقول راه ولدي هذه نوقفوا معاه ونديروا اللي علينا. هاد ولدي راه مشى بصحته بدايات، ولدي راه خرجوا راه ما قاموا لا بواجب ديالهم ما بديش حاجه، راه دخلوا للبحر خرجوا لاحوا برا داوه للسبيطار. صبح ولدي راه داوه السبت اللي داتو للسبيطار، داتو مراه هي وشي دري هما اللي داتو المراه، قالت لي حنا اللي هودنا للسبيطار. والرئيس اللي كان خارج معاه ما داهش، ولقيتو فهم لا بريكات وما قالش ليا البركه في راسك وما سلمش عليا نهائيا، وما قالش ليا يكون جاع سلم وقال لي البركه في راسك في هذاك الدري وما نعرفوش انا كاع بان راه هو كان معي. حتى جابوه الناس اللي قال لك سامحي لي اللي جا معاهم عاد نغزف يقولوا انه تسلم عليها. واش انا انتم يا هذاك السيد بغيتوا لي حق ولدي انا اللي مشى ضحيه؟ انا كنطالب في حق ولدي، شدوا لي الحق ديالو هي اللي كنطالب. عنده ما عنده لا اوراق لا كارت ديالو راه خلاه في الدوار، راه ديتو راه عند بلا بريكات راه كاين عند الجندار. مني دخل ولدي ما عنده تا ورقه، كيقول لك ولدك راه دخل البحر وما عنده تا ورقه. المسؤولين فين مشاو؟ كانوا كحاصروا ولدي كره باقي عايش. يردوا راه ماما جوج دراري اللي دخل، دخل ولدي ودخل دري خر معايا تا هو بلا اوراق. ولدي ما نصدقتش، بنا واحد الصور قدام الدار وقلبوه سير دي دفة صوبها ونابا الراجل الدري اللي من عندنا من تمايا دير سودور قال لي صوب معك هذاك الباب ترجع عبد الطيف وراني دخل سكره على حسابي. باقي ما مزوز ما حتى شي حاجه، ومنيتو كان باغي يتزوج مشيت ليه عند الناس نهار الخميس بنهار، وفي الليل قطعت الطانطان قلت نجي ونمشي انا وياه يشوف الدري. الناس عطاوني وقالوا موافقين وجيبي ولدك مني. عاد نصوني لي نهار الخميس باش نقول ليها ودي راني لقيت ليك، ما بقاش يجاوبني كاع. باني سكينتو يلاه ساهي مرطبها حرشها ودار قدامها ستيره صايبها يلاه كي كان يقول صايب دويريتو وخلاها ومشى. الله يرضي عليه الله يربحو. هادشي اللي كنقول كنطلب من الله، الله يصبرني ويعطيني الصبر. الله يرضي عليه الله يربحو. ما انا ولدي مشى ما بقى غادي يرجع. اللي كان طالب غير من هاد الناس ياخذوا لي حق ميلود ولدي، اللي كان طالب فيه حق ميلود ما يضيعش. كان عزيز علي اللبس، عزيز علي اللبس يلبس مزيان، وعزيز علي كان يخرج يضحك معايا ويخرج يدخل يضحك معايا، وكان عاير ونقول له وليدي ما تبقاش هي تجري ما تبقاش هي مرافق رفاق بالوالا. ولدي اتصلوا بي ماشي مشى قال مدخلوني للبحر معايا تعيطوا لي ومشى عندهم. هادشي اللي كنقول.